صباح الأمل، صباح السعادة، صباح الهنا، صباح الحب، صباح راحة البال والأمن والأمان والطمأنينة يا حبايبي. ربي يسعد أيامكم ويسعد حياتكم، ويا رب يطمن قلبكم على كل اللي بتحبوهم، ويا رب ما يحرمكم لأي مخلوق في الدنيا، ويسعد كل أيامكم يا رب يا رب يا رب، ويكتب لكم الرزق الواسع الوافر، ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه وكل اللي حابين تشوفوه في ولادكم، وتشوفوهم أحسن ما بتتمنوا كمان يا رب. اللهم أمين. صباحكم أحلى صباح في الدنيا، صباح تمني الخير للناس، اتمنوا كده الخير للناس والحب وكل حاجة حلوة للناس، ربنا هيديها لكم، انتم هيعكسها لكم. انتم اللي بيتمنى الخير للناس ربنا هيديله الخير كله، اللي بيتمنى السعادة للناس ربنا هيديله سعادة لا تنتهي، اللي بيتمنى الرزق والحب للناس هيجيله بالمثل بالظبط. اللي هتتمنيه من قلبك واللي هتبقي انت شايفاه وحباه للناس من قلبك ربنا هيديهولك واكتر ليكي انت. فخلوا قلبكم حلو، خلوا قلبكم ابيض، خلي قلبكم طيب، ما تشيلوش حقد لحد، ما تشيلوش غباء لحد، بالعكس حتى لو الناس قابلتك بوحش صفي صفي، لان احنا ممكن نحط راسنا على المخدة وما نصحاش تاني. صفي وسامحي، مش لازم ترجعي وتكلمي وتعاشري لا، بس على الاقل انت خليكي من جوه خلاص. هتعملي انت ايه؟ في رب شايف وعالم، وعالم بالقلوب وعالم بالنيات، وربنا رب قلوب وعارف كل واحد قلبه فيه ايه للتاني، فربنا هيحاسبه على كده، مش هنحاسب جعجعة وكلامه، لا ربنا هيحاسب بالقلوب، ربنا رب قلوب. يلا حبايبي صباحكم احلى صباح بالدنيا، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله محمد. يلا استغفروا طول ما انتوا قاعدين بتشتغلوا، استغفروا كتير، خلوا الاستغفار على بقكم، تشتغلي في البيت، في دوامك، في طريقك، في حياتك، علموا الاستغفار في ولادكم، خلوه على بقهم، خلوا ذكر الله في بق ولادكم دايما يا حبايبي. يلا بينا نشوف روتيننا الجميل النهارده ازاي. انا دي حبيت اصبح عليكم الصباح الحلو ده علشان انتوا بتحبوا صباحي الجميل ده وتحبوا دعواتي، ويا رب ليا بالمثل، بس بدعي لكم يا رب من قلبي. طيب اول حاجه كده بحب ابتدي فيها يومي، وكالعاده بعد ما بنصلي ونقرا القران ونقرا اذكار الصباح والكلام ده كله، هبدا بقى ايه اعمل قهوتي اللي تظبط راسي. تمام، دي اول حاجه انا بحب اعملها علشان اجند راسي واقدر ان انا استقبل يومي كله تمام. انت بقى شوفي بتحبي تشربي ايه الصبح، اشربي كوبايه بقى نسكافيه، كوبايه عصير فريش، طبق فواكه. كل واحد فينا عن التاني بيختلف شخصيته، في ناس ما بتحبش القهوه، في ناس تحب تصحى الصبح بدري تشرب اول حاجه تنزل معدتها حليب، ناس تحب تاكل على طول، يعني كل واحد فينا بيختلف عن التاني. انا حاطط معلقه العسل، معلقه البن، كوبايه الميه، وهحط القهوه على النار، وهاجي بقى لما الرخامه بتاعتي اللي انا هقف ايه اشتغل كده ولا بقى يعني وانا بشرب القهوه ماشي، لان انا ايه النهارده كنت هعمل حاجات كتير في الروتين ده. تمام، سيبكم من المقدمه، في الروتين ده كنت انا هعمل اكل السمك جامده قوي، فكنت محتاجه اغسل الخضره واظبط بقى واعمل اكله السمك بتاعتي، فما كانش عندي وقت بقى ايه ان انا ايه اقعد اتدلع بقى والكلام ده كله واعطل في الوقت بتاعي. يعني انت عارفه وراكي ايه، خشي اشتغلي، رغم ان انا دايما احب القهوه دي اخدها على المزاج عشان تكونوا عارفين، لو ما شربتش قهوتي بمزاج ما احسش ان انا شربتها، وفعلا لما بشربها وانا مستعجله ما بقاش شربت قهوه. طيب انا كنت جايبه كده شويه خضره، جرجير وسوري بربير، ده كان بربير مش جرجير، بربير، وكنت واخده كرات عشان عايزه اعمل معاكم فلافل تاني، عملتها قبل كده ووريتكم طريقتي في الفلافل، ارجعوا لها هتلاقوها ان شاء الله في البيج وعلى قناتي على اليوتيوب، جربوا طريقتي في الفلافل هتدمنوها، لا سودا من جوه ولا اي شيء. كنت جايبه كرفس ما لقيتش الامريكي، خدت ده هو العادي، وكمان شبنت وكزبره، هنمسك الخضره نغسلها. كنت واخده كمان باميه، قلت انضفها بعد كده على المزاج وايه واغسلها وافرزها. طيب هرجع بقى مكان ما عملت القهوه، اشيل علبه القهوه، كنت عامله مطاري شاي حاططها بره برده هرجعها، حاطه البوكس ده انا كده فوق الميكرويف وحاطه فيه كل حاجه، الشاي والقهوه والسكر والقهوه اليوناني، كل حاجه هناك على الزاويه، برطمان العسل والمشروبات، وده كورن فليكس والبقسم عشان اي حد عاوز ياخد حاجه.
وده برضو كورن فليكس كان الناحية التانية، كنت بعمل كورن فليكس بالحليب اللي هو الجرانولا، فرجعتها تاني. ايه تاني يا ربي؟ دي هنا بقى كنت بنظم بقى الايه البوكس ده، بحط كل حاجة مكانها. دي غطا بتاع الفوطة ملوش لازمة، شيلته رميته. هنا دي بتاعت تغليف الاكل، برضو بحب قوي احطها قدامي، لان طول ما انا واقفه في المطبخ بقت مني شويه حاجات احطها في التغليف ده، فاهمني كده؟ وهكذا يعني. انت خلي الحاجه اللي بتشتغلي بيها خليها قدامك، ودايما نظمي المطبخ. المطبخ لو انت واقفه بتشتغلي فيه وهو نظيف انت هتكوني مبسوطه، لو مكركب كده ومش يعني مش تمام مش هتعرفي تشتغلي في اي شيء. حتى لو انت عندك بنت بتساعدك لازم تعلميها كده، ان المطبخ على طول تكون ايديها فيه، لازم تكون بتلمع دايركت، لازم تكون كل حاجه تكون على طول على طول ايديها فيها. طب انا كده قطعت البربير، شلت بس الفروع، شلت الجزء الفوق استغنيت عنه، وحطيت مي وحطيت شويه خل وخليته 5 دقايق كده من قوه عشان يطلع كل لو في اي جرثومه اي شيء تتقتل وتموت. وبعد كده هنغسله مره واثنين وثلاثه، وتحطي بقى عصه ليمون عليه عشان تحافظي عليه ما يخربش، وتصفيه كويس بعد كده تشيليه. هوريكم دلوقتي طريقتي في التصفية عشان تعرفي ازاي تعملي الخضرة وتشيليها لأطول فترة ما تخربش منك. خدت الشبنت نفس الطريقة، الكرفس نفس الطريقة، وش اسمه الده يا بنات، الكرات برضو هعمله نفس الطريقة. طيب بعد ما خسلت خلاص كده وقطعت الخضرة بتاعتي، تعالوا بقى ايه نغسلها. طيب تمام، زي ما شفتوا كده بنغسلها كويس جدا. بعد ما بنغسلها هحطها اول خطوه في المصفى. تمام، بعد المصفى هوريكم دلوقتي هعمل ايه. برده حطيت الكرفس، المهم عشان ما اعطلكمش، كل الخضره هتتغسل بنفس الطريقه. تمام كده، تنقعها شويه وتصفي وهكذا. ده الخضره قدام الشباك، الستاند ده بحب احطه عشان انا بس بشتغل على التليفون واتفرج يعني على فيديو، اسمع موسيقى، اي حاجه، اشغل قران الصبح وهكذا، بيبقى حلو كده. فتحت بقى الشباك وقدام الخضره تتهوى كده، وتبقى ايه اتاكد منها نشفت من الميه. بفرد فوطه نظيفه، تكون الفوطه دي مخصوصه للاكل او الخضره، ما تبقاش بتلمعي بيها خلي بالك. وهفرد عليها الخضره كده، واول ما تنشف واطمن ان هي اتهوت ونشفت هبدا. ما تخافوش مش هتنشف، مش هتسيبيها كتير يعني، مجرد ما اتاكدي انها بقت جافه جدا مفيهاش ولا نقطه ميه. بالطريقه دي اوعدك ان الخضره بتاعتك هتفضلي محتفظه بيها، وهتحطيها في كاس التغليف وتشيليها، او في علب اللي هي بتاعه الحفظ. ان شاء الله معاكم روتين، انتظروني بتنظيم الثلاجه بتاعتي، اوريكم علب بحب احفظ فيها ازاي وهكذا ان شاء الله. طيب خلصنا عملنا كميه الخضار كده، هجيب بقى التوم بتاعي هقعد اقشره، وانضف الليمون واوضب الخضره بتاعتي عشان اشيلهم ويكونوا جاهزين عندي، لان بكره عندي اكله سمك هنعملها مع بعض. انتظروا الفيديو بتاعها هينزل بعد الفيديو ده على طول، او بكره هنزله بكره بتاع السمك. تمام. طيب في برطمان ده انا جبته لان رجع تاني صدري يوجعني تاني الفتره اللي فاتت، ده علك. تمام، بس جيبيه اصلي، بتحطي في البرطمان في مطاره شويه صغيرين وعليها ميه، وبتخليها قدامك على الرخامه رايحه جايه. خدي كوبايه الصبح بدري، خدي كوبايه بالليل، خدي كوبايه اول ما صدرك يتظبط والنفس عندك يتعدل. هتصحي بس كل يوم النوم الصبح تاخدي كوبايه صغيره. تمام، يلا. بتاعت الطحين دي حلوه قوي قوي قوي، هروح اجيب منها طقم كامل كذا واحد للمعكرونيات والحاجات دي كلها. طيب تعالي بقى هعمل معاكي كده طبق فاصوليا، على وانت مثلا عايزه تعملي طبق خضار جنب الاكل، هوريكي طريقه جميله قوي للفاصوليا دي اللي هي بالذات المعلبه. النوع ده حلو جدا يا بنات. تمام، اللي هي العلبه ديت فتحتها وحطيت في الخلاط بصله وطماطمايه وفص ثوم وقرن فلفل حامي. تمام كده، ومعلقه معجون طماطم، وهديهم ضربه في الخلاط وحطيت عليهم كوبايه ميه. طيب، وخدت فص ثوم تاني بشرته كده في الطاسه، وحطيت عليه قطعه زبده. انا يمكن ما حطيتش في الخلاط على فكره فص ثوم، فص ثوم كده كبير مع معلقه زبده او سمنه او زيت. ريحة الكزبرة تطلع. بعد كده هتحطي الايه التوميتا، دقيقة واحدة ريحتها كده خلاص طلعت،
هنزل بالتومية اللي ضربناها. أسرع أكلة، أسرع طريقة. الملح يا بنات في الاكل، الملح كتير بيوقف الوزن. فلفل اسود بس خلاص. نحطها هنا وايه ونغسلها كويس قوي. ليه؟ بيبقى فيها مواد حافظه. تمام. وهتطلع معاكم ممكن. وانزليها على طول بس كده، وخليها بقى 5 دقايق على نار هادية او 10 دقايق. وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. طيب وهي بقى كده تتطبخ، تعالى اوريكم كنت ايه عملت. ايه عملت؟ الطبق الفاصوليا ده عشان كنت جايبه، وعملت طبعا رز مشغول، وجبت من مطعم النعمه طبق محشي. انا كنت هموت على المحشي، ماشي، كنت هموت كده خلاص على محشي ملفوف اللي هو الكرنب. وجبت دياية محمره في الفرن، بس انا قطعتها ودخلتها فرن تاني تتحمص. اوكي. المطعم حلو بس مش يعني مش احسن اخر حاجه، بس حلو، ربنا يرزقهم يا رب. ولكن زي ما انتم شايفين كده المحشي، انا بحب المحشي اللي هو الاحمر قوي ده الجميل المشطشط الحلو كده، فانا ما عجبنيش قوي المحشي بصراحه، مكبوس قوي، رز ما فيهوش خضره كتير. يعني بصوا كل واحد وليه راي في الاكل والطعم والكلام ده كله. انا بالنسبه لي حلو المطعم، حلو بس مش احسن حاجه. تمام. طيب عملنا رز مشغول، حطينا الدجاج بتاعنا، وحطينا طبق الفاصوليا التحفه ده، والحمد لله اتغدينا وعلينا وعلى عينكم بالعافيه. تعالوا نشوف بقيه يومنا. طيب هنا طبعا احنا في وسط اليوم كان في حاجات كتير، بس انا زي ما قلت لكم بظهر لكم اللي يفيدكم، بس مش كل حاجه في الحياه او كل حاجه في البيت هتظهر لكم، هيظهر لكم الحاجه اللي انتوا هتستفادوا منها فقط لا غير. تعودوا معايا كده في كل فيديوهاتي، مش كل حاجه في يومي هتظهر ليكم، وطبعا المفروض ان كل الناس بالطريقه دي. طيب انا هنا جبت اللحمه، اللحمه بتاعتي كانت اوريدي في الاطباق مجهزه، مفرومه، عكاوي، كبده، يعني كل اللحمه يعني بتاعتي متجهزه ومتجزقه، وكل حاجه او الستيك بكاتا كل حاجه. تمام. هبدا ان انا اخدها بقى وارصهم بالفريزر. لو هي ما كانتش في الباكيتات كده، البفتيكه اللي هخليها على الرف عشان هتبله بالليمون والبصل وبعدين اشيله. بس كده. انا على فكره بعمل العكاوي بطريقه خطيره، ونزلتها لكم بكذا طريقه شوفوها، ونزلت معاكم السجق الاسكندراني اللي على اصوله برضو. اتمنى ترجعوا في الصفحه، اعملوا اطلعوا منه بسرعه دلوقتي اعجاب، وخشوا الصفحه هتلاقوا فيها فيديوهات حلوه قوي. هدخلهم بقى الفريزر ويلا بينا نكمل يومنا. تحطي كده ارفف وتبصي حاجتك، شايفين المنظر؟ هنا كده وهنا تقدري ترصي. طيب بقى وقت العصاري بقى كده، الواحد يحب يقعد مع نفسه شويه، بس لما يكون اليوم كله اجهاد في اجهاد في اجهاد كده، تشربي بقى المشروب اللي بتحبيه، ظبطي نفسك، لو بتروحي جيم، لو بتنزلي تتمشي شويه. دلوقتي الجو بقى حلو يا بنات، وبقى جميل نشاط كده، خدي بعضك روحي تقعدي على البحر، اتمشي، اعملي مطرة شاي، مطرة قهوة، اطلعي كده خدي لك فرشه كده وروحي اقعدي على البحر، وخدي ولادك يتنططوا حواليكي ويلعبوا لو هم صغيرين، حتى لو هم كبار، طلعوا الطاقه اللي فيهم، انت تمشي، طلعي الطاقه اللي فيكي، تقدري تكملي يومك وتكملي الاسبوع وتكملي الشهر وتكملي الحياه الطويله اللي ما بتخلصش، ولا الطلبات بتخلص بتاعت البيت، فلازم تاخدي وقتك مع نفسك. طيب تعالوا اوريكم هنا كده ايه شويه منظفات بحب استعملها قوي للبشره. عندكم اللي هو نيفيا ده بالارازي الاسود، قناع تحفه تحفه، بينظف البشره وبيخليها كده رهيبه ولمعتها بسيطه وجميله، ومن عند الخشم كده ومن عند اورتك من فوق وما بين الاطراف اللي هي المتطرفه دي بتاعه الخشم من جوه، تفركي فيها كده وتسيبيه لمده دقيقتين وتغسلي بشرتك، مش طبيعي تحفه. برضو في لاند رافلي دوت جميل قوي اللي هو الاسود، والبوندز ده خطير، وبقى كله داركني، والورد ده، الورد ده تحفه تحفه تحفه. تمام. بس حبيت اوريكم دول برضو بالمره.
طيب دلوقتي بقى احنا ايه، هعمل معاكم طريقه كده بوتيتا تقدري تعمليها حتى لو انت بتعملي دايت او مش بتاكلي بوتيتا محمره ولا عندك القلايه الهوائيه، تقدري تعملي الطريقه دي. تقطعي بطاطس حلقات رفيعه شويه، رشه زيت زيتون مع بابريكا وملح وكمون لو حابه اي نكهه، وهتحطيها تفرديها كده ودخليها الفرن، شغلي شوايه من فوق من تحت، هتستوي وتتحمر ويبقى طعمها تحفه 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 ومن غير زيت. طيب هنجيب بعد دلوقتي الطبق كده، هقطع فيه طماطم واللي هو الاحمر دوت وجزر وخيار، والطماطم شويه مش كتير، وهجيب بربير، هعمل سلطه بربير، دي سلطه بربير، هقطع فروع البربير اللي احنا كنا غسلناها بقى الصبح وحطيناها في الكيس. تمام. طيب هتقطعها شويه بقى ازاي، تقدري تعملي شغلك في اي وقت لو انت حاجتك نظيفه، ورشه من السماق وبس كده. شوفوا احلى طبق سلطه في الدنيا. ودلوقتي البوتيتا بتاعتي اتحمرت كويس، حطيت طبق كده ميكس من المسترد وكاتشب ومايونيز ميكس، شطه وعادي، والبوتيتا اتحمرت اهي وبقت مستويه وزي العسل. هبدا ارصها كده في الطبق. ليه بقى؟ لان احنا النهارده حبينا نتعشى كباب عراقي. يا ويلي على الكباب العراقي ده، احلى مكان تاخده منه الكباب العراقي اللي بالسلميه، اسمه كباب فاخر، كباب عراقي فاخر عجيب. وفي محل في خطان برضو، خطان او فرونيه برضو اسمه كباب عراقي، تحفه برضو. تمام. وبس كده، يا رب يكون روتيني النهارده عجبكم، مش عايزه اتقل عليكم اكتر من كده. تصبحوا على الف خير، نتقابل بكره بيوم جديد وروتين جديد ان شاء الله. انتظروا فيديوهات الايام اللي جايه حلوه قوي، بس اعملوا اعجاب بالصفحه، خدوا شاركوه مع كل اصحابكم، واكتبوا لي تعليق، لان تعليقكم هيشجعني ويخليني استمر. باي باي.